ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده باتيستوتا الفا ميل. الاغنيه دي كتبت لي من فتره طويله قوي، اوكي، وكان نفسي اعملها وحان الوقت ان انا اعملها، اوكي. يلا خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. ليتس جو. في المزانه اعمل مشاكل وعلق مشاني، برجع اسكت لك بدماغي بدل ما يقولوا التوت ده مش سالك. لا انا فاهم مشاني، برجع اسكت لك بدماغي بدل ما يقولوا التوت ده مش سالك. لا انا فاهم ان انا فاجر شارب فودكا بس فايق. لو انا ببالغ اسال السير بيقيسوا اسمي بالمبالغ. قشطه قشطه مش هتغابه، هشرب قهوه بس ساده على روح اللي يحبوا يتخانقوا على روح. اوكي، عند التوي بودي في اللعب بهدف. كنت اقول ليه كده؟ انا بشرب قهوه بلبن دلوقتي، اللي هو ليه كده؟ بشرب قهوه بس ساده على روح اللي يحبوا يتخانقوا على النت ويموتوا في اللعب بهداوه. شايف اللي يتخانقوا على النت؟ بشرب قهوه بس ساده على روح اللي يحبوا يتخانقوا على النت ويموتوا في اللعب هداوه. شايف كله مش مسقط، اللي بيدلدق واللي بينقط واللي عامل نفسه لسه بيحضر واللي بيسقف الفاشل ويشيق. بلعب بيكو بوي، برجع بقول ليكو بوي دبليو يوسف بوي باتيستوتا نيفر دوي. اللي في رقبتك دي لاف بوي، صاحبتك رايداني مش رايدك يا بويز. لو على الحريم خدهم مني بالكيلو، ست الجعان بيهم اصل انا صايم. عشان تسبقني محتاج لك خرايط، تفضل تنبح زي الكلب اللي ضايع. افضل اضحك على خيبتك عشان تعرف ان مقلامك صغير. توتا زنج انت رفيع، انا اجيب جون انت تضيع. لو تايه هتسالني مين في المجال ده جامد. Get yourself a me and make your mama proud. ها؟ اوكي. هقولك الضيع صايل لو غايب، لو غايب يا يا بظهر ليكم لو حبيت. لك الضيع صايل لو غايب، لو غايب يا يا بظهر ليكم لو حبيت، لو حبيت. They know shit they just a fake. They know shit they just a fake. باتيستوتا الفا ميل، باتيستوتا الفا ميل. اسمي صايل لو غايب، لو غايب. بس الفا ميل انت ما ينفعش تقول ان انت الفا ميل، لان ده حاجه. الالفا ميل دي اللي هو حاجه بتبقى في طبعك، فاهم؟ اللي هو الناس تكون متابع، يعني مش متابعك. اشرحها ازاي الفا ميل؟ اشرحها ازاي؟ الفا ميل المفروض ان هي ما بتتشرحش. بيبقى فيش اشخاص كده اللي هي ناجحه او اللي هي بتبقى مختلفة، تبقى الناس بتحب تتابع الناس، يعني مش تتابعها كتتابعها زي اليوتيوب، اوكي، اقصد تتابعها او اللي هو ايه، يعني مثلا لو انتوا عارفين قصة، مش عارف اشرحها. بس الفا ميل هو عبارة عن طبع للراجل، اوكي، الالفا، اوكي، بيبقى طبعه ان هو بيبقى زي نظام مسيطر، حاجه زي كده، فاهم؟ اللي هو نظام مسيطر، بيبقى هو مفيش حد يقوده، فاهم؟ ده المعنى الفا، فاهم؟ محدش يقوده، بيبقى طبع فيه اللي هو الناس بتحبه، مش خوف، فاهم؟ بتحبه عشان هو شخص ناجح، فاهم؟ ده الالفا. اوكي، الفا ليها كذا معاني، مش تقريبا مش المعاني دي بس. بظهر ليكم لو حبيت، لو حبيت. بس الفا ميل ما ينفعش اقول انا الفا ميل، اوكي؟ دي زي مثلا ايه، لما اقول لحد مثلا انا ابن ناس، ابن ناس، ما ينفعش اقول ان انا ابن ناس. المفروض الناس هي اللي تقرر اذا كنت انا ابن ناس ولا لا، اوكي؟ ده المفروض، اوكي؟ يعني كان طلع قبل كده اوكا اورتيجا في استضافه وقالوا ان هم اولاد ناس، ودي حاجه ضايقتني، اللي هو ما ينفعش تقول ان انت ابن ناس، اوكي؟ المفروض الناس هي اللي تحكم اذا كنت انت ابن ناس ولا مش ابن ناس، اوكي؟ الناس هي اللي تحكم في الحاجه دي، مش انت، فاهم؟ والناس هي اللي تطلع تقول، يعني مثلا لو فنان طلع وقال اوكا مثلا ابن ناس، اورتيجا ابن ناس، فاهم؟ ساعتها ممكن اقول اوكي، فاهم؟ تتبلع. لكن حد يطلع يقول اصل انا ابن ناس، مش حلوه، فاهم؟ فعم اعتقد برضو كلمه الفا ما ينفعش ان انت تحدد نفسك اذا كنت انت الفا ولا بيتا ولا اي بتنجان، فاهم؟ خلينا نكمل الاغنيه. Just a fake, just a fake. Yeah, yeah. Yeah, this total alpha
اكتر حاجه عجباني في الفيديو ده رقصهم بصراحه. اهدى واستنى هنعمل الدب دي ونرجع مكاننا واعمل كارتيلا من صورة الاكس واجيبهم في طبلت ودانها شعلق وعلق لسانها واسمك من الديلر حشاي سافانا وافضل ارز الشباب الجميله اللي فاكرين الراب بس ابو باب زماننا على فين رايح كل حياتي طايح العشم لو خدك بالجامد صدقني هتخلص بالفضايح فانت مش قوت عربك مش رائع بفضل اثبت انك طبي مش انا عاجبني الناس في فيديوهات الرقص يعني الحركه دي انا كان عمري ما اتخيل ان حد في اغنيه راب في مصر يعمل الحركه دي او يعرف اصلا الحركه دي. اوكي دي من ضمن حركات الرقص. اوكي هي اي نعم مش صعبه قوي ممكن اي حد يعملها عارف يعني هما بيعملوها في الاغنيه اهو. اوكي سانها واسمك من الديلر حشاي سافانا وافضل ارز الشب اي الحته دي اي نعم هما فاتحينها قوي اللي هي المفروض كده اهو المفروض ليها نازله وبعد كده طالعه تاني وبعد كده نازله تاني المفروض يعني بالجميله اللي فاكرين الراب بس ابو باب زمان ما بعرفش ارقص. اوكي على فين رايح كل حياتي طايح العشم لو خدك بالجامد صدقني هتخلص بالفضايح فانت مش قوت عربك مش رائع بفضل اثبت انك طبي مش صايع جامد مش شاطر مستعجل مش صابر انه فيهم يبقى تكايه مش راجل اثبت على المبدا وبطل نفاقك لو الرجوله شايفها على النت ومحتاج تحملها جدد لك البوك هديه من ايدي الاداره لو الرجوله حمل دكاتره على المجهول والطاق وقت اللي راح في تكسير العظام ده جسمك مهوي من تاثير اخرامك مضطر انا اسحب لك الشخر القدار اسحب لك جسمك مهوي من تاثير اخرامك مضطر انا اسحب لك الشخر القدار باجي فبيشوفوني بيفرح اكني ليهم دادي بيشتموني وبيتططوا على لا الواد ده برنس على فكره اي نعم مش هنبقى راسنا زي الامريكان نفسهم بس راسه حلو. اوكي ده لازم يعني اوكي بالنسبه لواحد زي ما بيعرفش يرقص ف على الاقل ما فيها ان هو بيحاول. اوكي الناس اللي بتقعد تتريق على راس الناس اوكي استوت ما فيش منه في المجال دوا تاني عادي سايبهم وبمزاج صار لو غايب لو غايب يا يا بظهر ليكم لو هو عامل الوشم ايه مزاج شريط اوكي ده شريط ولا شريط اوكي لو غايب لو غايب يا يا بظهر ليكم لو حبي لو حبي They know shit they just a fake They know shit they just a fake yeah. Batis tuta alfa mil Batis tuta alfa mil اسمي ظاهر لو غايب لو غايب بظهر ليكم لو حبيت يعني التيشيرت اللي هو عنده تيشيرتين لحد دلوقتي فيهم الشريط هو ده الميرش بتاعه او الساين بتاعه الساين بتاعه تقريبا العلامه بتاعته بتاعت باتيس تو ده لو حبيت They know shit they just a fake just a fake باتيس تو ده الفا مل الفا مل طيب هو ما علينا تشاو تشاو باي باي اوكي ما علينا انا الاغنية عجباني البيت عجبني رقصهم عجبني خليني اعيد تاني خليني اعيد تاني عشان انا قلت حاجات حسيت ان انا لخبطت. اوكي البيت عجبني الكلام عجبني اوكي رقصهم عجبني التصوير برضه عجبني اوكي وبعرفوني اذا كان الميرش بتاعه اللي هو الشريط اوكي زي الوشم اللي هو عامله في دراعه اوكي هو ده الميرش بتاعه ولا ايه بالظبط؟ اوكي بس كده البيت انا عارف ان هو اللي عامل البيت تقريبا باتستوتا اوكي و بس كده لكن رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اقول لكم يلا تشوس